محل تأجير معدات بناء ليس من نوعية المشاريع التقليدية أو كثيرة الانتشار، نظراً لتقديم خدمات لا تستهدف المستهلكين النهائيين، وإنما تستهدف الشركات والأفراد الذين يعملون في قطاع البناء والتشييد والتشطيبات، وهو من نوعية المشاريع الخدمية التي تحقق أرباح كبيرة، فالمعدات يتم تأجيرها مرات كثيرة، ولحين تلفها أو انقضاء مدة خدمتها تكون قد حققت عوائد أكثر بكثير من ثمنها ربما بعشرات المرات. ومن هنا بالتحديد تأتي ربحية المشروع. لذلك إذا كنت تخطط لإنشاء مشروع محدود المنافسة بفرص نجاح مرتفعة وهامش ربح يمكن وصفه بالهائل، فإن مشروع محل تأجير معدات بناء يعد من المشروعات المناسبة التي تتوفر بها تلك المواصفات. وسوف نتحدث بشكل مفصل حول المشروع ومتطلباته. أول حاجة بالنسبة لموقع ومساحة المشروع، مشروع محل تأجير معدات بناء يمكن تنفيذه على مساحة تبدأ من 20 متر مربع، وتكون تلك المساحة مناسبة عند تنفيذ المشروع في القرى الكبيرة أو الأحياء الشعبية والمناطق السكنية. فيما يمكن تنفيذ المشروع على مساحة تبدأ من 40 ل 60 متر مربع، وذلك في حال تنفيذ المشروع في المناطق الحيوية بالمدن المزدحمة والمناطق التي تنشط فيها تجارة معدات البناء. المحل يوضع فيه المعدات الخفيفة فقط، أما في حال توافرت معدات بناء ثقيلة لتأجيرها فيجب توفير جراج بالقرب من المحل لإيداعها بها. وبالنسبة لترخيص محل تأجير المعدات، لأغراض الترخيص يفضل ألا يكون صاحب المشروع موظفا مؤمنا عليه، ويجب أن يكون المحل بعقد إيجار أو تمليك موثق، ويجب وجود عدات كهرباء بالمحل، وإن لم يكن فيمكن التقديم على عداد تجاري جديد أو تحويل عداد الكهرباء السكني بالمحل إلى عداد تجاري عبر شركة الكهرباء في خلال دقائق. بمجرد توافر الشروط يمكنك التقدم بطلب استخراج بطاقة ضريبية عبر فرع هيئة الضرائب في المدينة التابع لها المحل، وتحتاج لتقديم بطاقة الهوية مع عقد الإيجار أو التمليك الموثق، بالإضافة إلى فاتورة الكهرباء الصادرة من العداد التجاري الخاص بالمحل. وبعد الحصول على البطاقة الضريبية تتقدم إلى الغرفة التجارية لتسجيل نشاطك وفتح سجل تجاري والحصول على حق مزاولة العمل التجاري، وتحتاج إلى تقديم البطاقة الضريبية بالإضافة إلى المستندات الأخرى السابق ذكرها. وبالنسبة لتجهيزات هذا المشروع، بخلاف التشطيبات هناك تجهيزات ضرورية لعمل المحل، فأنت بحاجة لشراء وحدات رفوف معدنية بها وحدات تخزين، وذلك لاستخدامها في عرض وتخزين المعدات الخفيفة، وتحتاج أيضا لمكتب صغير وعدد محدود من الكراسي لاستقبال العملاء، كما تحتاج إلى مكيف هواء أو يمكن الاكتفاء بالمراوح. أيضا تحتاج إلى تركيب يافطة محل موضح عليها اسم المحل والنشاط ورقم السجل التجاري. ومن الضروري أيضا توفير عناصر الأمن والسلامة، والتي تتمثل في تركيب كاميرات مراقبة خارجية وداخلية وتوفير اسطوانات إطفاء الحريق، بخلاف التأكيد التام على الوصلات الكهربائية وضمان عدم وجود مخاطر متعلقة بأي من مصادر الكهرباء أو الغاز. قد تظهر الحاجة لبعض المتطلبات الأخرى مثل جهاز كمبيوتر وإنترنت لأعمال التسويق الإلكتروني وتلفزيون للترفيه ولوازم إعداد المشروبات، فبسهولة يمكن توفيرها. وبالنسبة لمعدات هذا المشروع، مشروع محل تأجير معدات يستهدف تأجير المعدات الخفيفة بشكل أكبر من المعدات المتوسطة والثقيلة، فقد يكون لديك من المعدات الخفيفة أكثر من 100 معدة، فيما لا تكون لديك من المعدات المتوسطة والثقيلة أكثر من 5. وفي حالة المحلات الصغيرة يمكن التخصص في تأجير المعدات الخفيفة فقط. ومن أمثلة المعدات الخفيفة التي يمكن تأجيرها
سقالات السلالم أو ناش الرفع الصغيرة، بلانكو الرفع، المولدات الكهربائية، المصاقب، الصواريخ، الكساحات الصغيرة، العربات اليدوية، المعدات اليدوية وغيرها، فيما تكون المعدات المتوسطة والثقيلة ذات الطلب الكثير والتي يمكن توفرها في حال توافر رأس المال، مثل خلاطة الخرسانة، لودر صغير، حفار صغير. من الضروري أيضا شراء المعدات من ماركات عالمية يابانية أو ألمانية، بحيث تكون معدات قوية تتحمل الأشغال الشاقة لسنوات طويلة. ومن الضروري الابتعاد عن شراء المنتجات الصيني وإن كانت أرخص سعرا، حيث تكون أقل جودة، وهذا ما يتعارض مع تحقيق أهداف المشروع. وبالنسبة للعمالة الخاصة للمشروع، في المحلات الصغيرة يمكن أن يعمل صاحب المحل بنفسه، فلن يكون هناك ضغط عمل، فالمشروع لا يبيع السلع الاستهلاكية، ولن يكون هناك زبائن بشكل مستمر داخل المحل. أما في حال المحلات الكبيرة نسبيا، فيمكن توظيف موظف مسؤول للعمل بدوام كامل، فيما يكون صاحب المشروع متواجد بشكل أساسي ويومي في المحل لمتابعة سير العمل. وبالنسبة للتسويق والمبيعات، هناك الكثير مما يمكن فعله تسويقيا لزيادة أرباح المشروع. فعلى سبيل المثال، يمكن للبعض التسويق الإلكتروني أن يؤثر إيجابا، وهنا نتحدث عن التسويق الإلكتروني المجاني، مثل النشر في المجموعات الخاصة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإعلانية المجانية، وكذلك التسويق الإلكتروني المدفوع مثل الحملات الإعلانية المدفوعة، كذلك طباعة وتوزيع الدعاية والبطاقات والملصقات في مختلف أنحاء المدينة وبالأخص في نطاق المشروع، حيث سيكون من الجيد لشهرة المشروع. وبالإمكان أيضا التواصل مع عدد من العاملين في مجالات البناء والمقاولات والتشطيبات، وإقناعهم بالعمل في المشروع من خلال تقديم أسعار خاصة لهم. إن مشروع محل تأجير معدات بناء هو مشروع يمكن أن يجني أرباح كثيرة، فالمعدات التي يمتلكها يمكن أن يتم تأجيرها لمرات عديدة، تضمن تحقيق أرباح أكثر بكثير من أثمان شرائها، ولكنه من المشاريع قليلة الانتشار ولا يستهدف عموم الناس، لذلك من الواجب دراسته والتخطيط له جيدا قبل إطلاقه، بحيث تتمكن من اختيار المكان الصائب وتقدم المعدات الأكثر طلب وتضمن تحقيق أعلى الأرباح. وشكرا للاستماع.